في البداية كده كل الناس قالت ان نتنياهو ما قدموش غير ان هو يحارب علشان يحاول يستعيد شعبيته وعلشان يحاول يسيطر على الداخل الاسرائيلي. بعد شوية لقينا الموضوع طال، واحنا عارفين كلفة هذه الحرب على اسرائيل. حضرتك متخيل ايه الدافع لطول مدة الحرب بالنسبة لحكومة نتنياهو؟ هو ما يدفع نتنياهو لإطالة مدة الحرب، اولا طبعا الرغبة في النجاة السياسية والرغبة من النجاة من المحاكمة في تهم الفساد. لكن في عنصر اخر مهم جدا، هو بيحاول يصل الى صوره نصر. مش مهم ينتصر بجد، لكن المهم يسوق للجمهور الاسرائيلي ان في نصر تحقق. في اللحظه اللي هيصل لتسويق صوره نصر، فينه بقى النصر ده؟ فينه؟ يعني هو بيبيع الموضوع ده ازاي؟ او ازاي بيسوق؟ ما هو لحد دلوقتي مش عارف يبيعه لانه ما حققش صوره نصر. انما نفرض جدلا ان توصل لاغتيال واحد من كبار قاده المقاومه، هيصور الموضوع النصر حاسم وخلاص كفايه على كده. نفرض جدلا انه استطاع انه يسقط مدينه رئيسيه في غزه تحت سيطره اسرائيل كامله، هيصور الموضوع على النصر كامل ويقول كفايه على كده. لكن هو لحد دلوقتي لم يستطع ان يتوصل الى تحقيق صوره نصر، وعايز صوره نصر يلهي بيها الناس ويقول انا حققت نصر، عشان ما يبقاش خرج من المعركه مهزوم وما تبقاش اسرائيل خرجت من المعركه مهزوم. ففي اللحظه التي يتحقق له صوره نصر حتى لو كان نصر وهمي هيتوقف القتال. طيب دكتور، خلال الكام يوم اللي فاتوا شفنا فيديو لرئيس الوزراء نتنياهو وهو يبكي مع والد احد المحتجزين وبيقول له انا افوضك في اتخاذ ما يلزم. على الجانب الاخر بنشوف اهالي للمحتجزين وهم بينتقدوه وبيصفوه بانه جبان. ازاي بتقيم هذه الصوره وكيف يكون لها تاثير خلال الفتره القادمه؟ الدعايه يا سيدي لها دور خطير في العمل السياسي. هذه الصوره هي صوره دعائيه في المقام الاول، لانه الناس في اسرائيل وخصوصا اسر المحتجزين بيعملوا احتجاجات واسعه في النطاق ضد الحكومه وضد رئيس الوزراء وبيهتفوا بسقوط الحكومه. طب هل هذا المشهد مقنع بالنسبه لهم؟ بالطبع ده مشهد تمثيلي واضح جدا حتى للاعمى، ما افتكرش ان في حد اقتنع به، لكن هو بيحاول يسوق هذا المشهد اعلاميا عشان يقول انا في صف المختطفين او الاسرى. لكن واقع الامر انه القوات الاسرائيليه حاولت في اكثر من مناسبه انها تقصف اماكن كان بها الاسرى الاسرائيليين بهدف قتلهم عشان ما يبقوش ورقه تشاؤم. ولا زالت حتى الان تتراخى حتى في مفاوضات السلام مع الطرف الفلسطيني، يعني بترسل مقترحات هي تعلم مستقرا انها مرفوضه. بيكذب رئيس الوزراء ويقول انه ارسل رئيس الموساد بتفويض كامل للاتفاق على صفقه للاسرى، وفي النهايه تبين ان رئيس الموساد ليس لديه تفويض ويعود الى اسرائيل مره اخرى لياتي بمقترحات جديده. في كل مره هيجي بمقترحات مرفوضه وهو يعلم سلفا انها مرفوضه، ورغم ذلك بياتي لتضييع الوقت حتى ينتهي او يقل كثيرا عدد الاسرى اللي موجود لدى حماس بسبب القصف وموت بعضهم في القصف.